العرائس واللي معروف على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني. وبهذه المناسبة كنتمناو نهار لعبتي معاه كلاعب انت في معاه كلاعب في حي جديد كلاعب البداية ديالي كانت معاه البداية ديالي لعبتي معاه من 83 حتى طلعنا الفريق القسم الوطني الثاني وانا معاه زيني من 83 كانت كل العطاءات ديالو كان الانسان اللي كيتصف بالاخلاق الحميده وكيعطي ما عنده وكتشوف غير الكلمه الطيبه انسان اللي زعما فقدناه كثير كثيرا في هذه المدينه كانت الفتره اللي درب فيها كمدرب ومن بعد ما كمل كلاعب اتجه لتدريب فريق شباب العرائش اللي كان ولا تخلق من جديد بالقسم الوطني الثالث الفتره اللي كان سميتو حسنيه العرائش لا من بعد الحسنيه العرائش ولا نعم. تخلق فريق شباب العرائش نعم. في القسم الوطني الثالث ومن ثم كان بدا كمدرب ولا خرج بزاف ديال اللعابه منهم رضا المختاري والكوفي وخالد شبار دراري واحد المجموعه كبيره انت اللي كان كيعطي بدون مقابل كان كيعطي كل شيء كثير وبهذه المناسبه نتمناو حنا غنردوا له شي حاجه وكان العرائش هذه الفتره هذه هي معروفة بمدربين يعني عطات مدربين يعني مشهورين يعني هما اللي ساهموا في تعطيل المباراة الرياضية باش لقاتهم على المستوى عالي وباش طلع القسم الثاني الفريق كنا الفريق ما كيحتاج باش يجيب اللعابة من برا كان غير ولاد البلاد ومنهم هذا الانسان هذا اللي كان خرج مجموعة من اللعيبة ما نقولكش لا تعد ولا تحصى والمباراة الحي ديال الحي الجديد كان هو مهد ديال الكره ديال العريش لان عطا هذا وكان فارق يعني الاسباب ديال التراجع يعني علاش ما بقاش التراجع ماشي تراجع كيمشيو عند فرق اخرى يعني انتم ما بقاش في الحي الجديد عندكم الحي الجديد شويه فارق يعني الحي من جات واحد الفتره ديال الهجره واحد الفتره ديال الناس اللي ملت من الواقع ديال الكره في المدينه الحي تا هو شويه ما بقاش كيما كان الناس ولات كتهرم من الكرة القدم نقول لك بكل ما كلمة من معنى والحي اللي عطى لعابة كثار ما نقدرش نحصي لك اللعابة ثاني انت كتشوف دابا شحال الوجوه هادو واللي كان باقي ما جاش ان شاء الله نهار 20 غنكون حاضر باش نحتفلوا ونكرموا اخينا وصديقنا المدري التامي شكرا.